أنهي الأواني يا صاحبي؟ إذا كانت صينية البطاطس استوت ما تسيبهاش في الفرن أكتر من كده، أحسن تتحرق. ولو تكرم عيونك خيو نخرجها من الفرن، لا تخاف تكرم اليوم. سلام. الليلة هيكون عندنا خبر إن شاء الله. الليلة؟ مع مراعاة فروق التوقيت. أوه أكتر من رائع، شوف كيك. عزيزي عزيزي مستر بير، أنا مش عارف إزاي أشكرك ولا عارف إزاي أجازيك على كل الكرم اللي غرقتني فيه أنا ومراتي. قول لي أكف قد إيه؟ أنت بتتكلم جد يا كابتن؟ طبعاً يا عزيزي، اعتمد على عمك العجوز، مهما كان اللي أنت عاوزه أنا مستعد أنفذه لك فوراً. جرب كده. طب اشرب يا كابتن، صحتك. مش كفايه كده يا كارك؟ كاتي عزيزتي كاتي، دي ليله في العمر، الواحد ما بيوصلش الخمسين الا مره واحده. مظبوط مظبوط كلامي مستر باهر؟ مظبوط طبعا يا كابتن. قول لي بقى مستر باهر، انت عاوز ايه علشان انفذهولك؟ عايز اتفرج على شلالات نياجرا، اموت واشوفها عن قرب. شلالات نياجرا. بعد الشر عليك، دي نفس رغبتي انا كمان. انا بفكر اجر يخت صغير يا كابتن، ايه رايك؟ وليه؟ ليه اليخت؟ احنا اكيد هنمر بيها واحنا في طريقنا للمحيط. امتى يا كابتن؟ امتى؟ دي معرفهاش. انا كل اللي اعرفه ان احنا هنقطر سفينه جامحه في بحيره من البحيرات اللعينه لغايه المحيط. امتى؟ لما تجهز، واعتقد انها هتجهز خلال يوم او اتنين. وفي الحالات مستر باهر اكيد هنمر بالقرب من شلالات نياجرا. مش بس كده، وكمان هنشوف انتقال سفينه من بحيره لبحيره اخرى عبر الاهوسه العملاقه، متخيل انت؟ يعني بحاول اتخيل. عموما هيبقى شيء لطيف قوي اني اكون معاكم في الرحله دي. انا جيت مخصوص مع كيرك الرحله دي عشان ما اضيعش الفرصه دي، الواحد ما يضمنش ان فرصه زي دي ممكن تتكرر مره تانية في العمر. البحر ياما فيه يا كاتي، والبحار ياما بيشوفوا البحر، واعتقد ان الرحله دي هتكون مختلفه كتير بوجود راجل ظريف زيك مستر باهر. وانا يا كوكي؟ وانت طبعا عزيزتي كاتي، عزيزتي كاتي، ممكن اطلب منك طلب صغير؟ امرني يا عزيزي. توصليني لحد اوضتي احسن، انا خلاص بقيت في خبر كان. اسند عليا. اسند عليك. كابتن امتى هنعرف؟ نعرف ايه مستر باهر؟ نعرف ميعاد تحركنا ناحيه شلالات نياجرا. عد عليا بكره الصبح، انا اسالك المساعد بتاعي، اكيد هو يعرف كل حاجه لانه صاحي طول الوقت. ليلتك سعيده مستر باهر. ليلتك سعيده يا كابتن. الى اللقاء غدا مستر باهر. الى اللقاء. كاتي كاني طاير. امبارح. وما قالش حاجة؟ لا، ترك لحضرتك رسالة، اتفضل. ايه اللي حصل يا عزيزي؟ استغنى عن خدماتي. نعم. ياما حذرته من كتر الشرب. انت بتقولي ايه يا هاني؟ بقول لك استغنوا عن جوزي، رفضوه. ما تضايقش نفسك، هو متعود على كده. والقاطرة؟ أي قاطرة؟ السفينة اللي بيقودها جوزك. اتحركت امبارح. اتحركت؟ اتحركت على فين؟ الله أعلم، لكن احنا لازم نروح شلالات نياجرا.
مستر باب؟ مستر باب؟ جون جون، نحن في طريقنا للهدف، نحن في طريقنا للهدف. أي أوامر أخرى؟ هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ أوفر. أسمعك ديفيد، أسمعك بوضوح. استمر حسب الخطة، استمر حسب الخطة. أوفر أند أوت. آه، خليك في نفس الطريق. أنا هبتصل بيك. سلام. في ايه يا شريف؟ القاطرة اتحركت من مكانها. على فين؟ محدش عارف. اكيد رايحة تجر الحفار والراجل بتاعنا عليها. لا يا فندم. يعني ايه؟ يعني اتحركت فجأة من غير القبطان. ازاي؟ غيروا القبطان يا فندم. سابوا القبطان بتاعنا وجابوا واحد غيره. حاجة من اتنين يا فندم. يا اما حسوا بحاجه وغيروا خططهم من اساسها، يا اما هي دي خطتهم زياده في الاحتياط والتمويه. في احتمال ثالث. ايه هو؟ ان القاطره دي رايحه في مشوار تاني خالص. بالعكس يا سيد عز، التغيير المفاجئ للقبطان بيأكد انها رايحه تجر الحفار وانها ملهاش وظيفه تانيه. والارجح عندي يا فندم انهم ما حسوش بحاجه. واللي عملوه ده اجراء امن طبيعي؟ مظبوط. وزي ما سعادتك قلت قبل كده، ولاد الابلسه دول عايزيننا نتفاجئ بوجود الحفار في البحر الاحمر، لكن ايدينا ما تكون مربوطه وما نعرفش نتصرف. بس احنا بقى مش هنهنيهم على خطتهم دي. تعال يا حبه عين قلبي، بفرجك على واحد من اجمل اماكن الدنيا. كيف الجمال يا عزيزتي؟ جمال؟ جمال ايه موريس؟ جمال، جمال المنظر الجميل. ها؟ كل شيء في الدنيا فيه الجمال تبعته، المسألة نسبية. ما بعرف انك شاعر. تبقي ما بتعرفيني. بقولك شيء. قول. تحبي نغوص؟ نغوص؟ ايه نغوص، نعمل دايفنج. ما معي معدات الغوص. معي انا بالسيارة. بحياة الله بتشوفي اجمل مناظر الدنيا تحت الماء. يلا. يتحدث عسكري مصري بالبيان التالي: لأول مرة تقوم قواتنا المسلحة بعملية عبور إلى الضفة الشرقية تعززها الطائرات لضرب طابور مدرع للعدو عند نقطة الكاب، وقد عادت قواتنا إلى قواعدها سالمة بعد أن نفذت العملية بنجاح. سلاموا يا رجالة. تقوم دار الإفتاء المصرية غدا باستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1389 هجرية. كل سنة وانتم طيبين.
وانت طيب يا عزت. يا شيف ايه الاخبار؟ من مين البرقيه دي؟ من موريس يا فندم. بيقول ايه؟ بيقول ان القاطره ملهاش اثر وكانها اتبخرت. بيقول كمان ان الحفار كما هو في بحيره ايري لم يتحرك. مرسل مع البريد صوره له عن قرب. موريس. يعني ايه؟ فص ملح ودب؟ الو؟ ايوه فندم. حاضر. يعني ايه يا ماهر؟ هي يا فندم انا مش عارف اقول لسعادتك ايه. احنا كنا خلاص على وشك ان احنا نحط ايدنا عليه، لكن هتدوروا على غيره يا فندم. كل الدلائل بتشير على ان هو ده الحفار بالتحديد. بتشير على المنطقة يا ماهر، على المكان، مش على حفار بعينه. يبقى لازم نوسع رقعة البحث شوية. يمكن الحفار المقصود فوق شوية، تحت شوية، في بحيرة تانية. يمكن يا فندم. وده يمكن يفسر ازاي القاطرة اختفت فجأة وليه. انتوا طبعا بتدوروا في المنطقة اللي واقعة بين بافالو اللي كانت واقفة فيها القاطرة وبين مكان الحفار في بحيرة ايري. مظبوط يا فندم. لو ان الحفار حفار تاني خالص وموجود في مكان تاني خالص، القاطرة هتتجه لطريق تاني خالص غير اللي انتوا بتدوروا فيه. مظبوط يا ماهر؟ مظبوط يا فندم. عشان كده لازم توسعوا مساحة البحث بتاعكم في نفس المنطقة. يا فندم انا عندي احساس ان هو ده الحفار مش غيره. سيبك من احساسك دلوقتي يا ماهر، خلينا نمشي ورا الحقايق اللي قدامنا. سيادة الرئيس مشغول قوي، لازم نتحرك بسرعة يا ماهر. الموقف الدولي بقى في منتهى الحرج بعد اسرائيل ما اعلنت انها هتنقب عن البترول في ارضنا ورفضت كل المساعي الدبلوماسية. ربنا يسهل يا فندم ونجيب لسعادتك نتائج كويسة قريب جدا. عن اذن سعادتك. لو وصلت لاي حاجة في اي وقت تعال لي هنا او في البيت، حتى لو اداني الفجر. حاضر فندم. خير يا فندم. الموقف متوتر. السيد أمير بيقترح إننا ندور في المنطقة المحيطة، يمكن يكون في حفار مشابه في منطقة قريبة. احنا يا فندم فكرنا في الاحتمال ده. ازاي؟ هي دي المواقع اللي فيها تنقيب في منطقة البحيرات، حددناها. أنا يا فندم بلغت عناصر تانية من العملاء بتوعنا يدوروا على حفار مشابه، ولو إن أنا مقتنع إن هو ده الحفار بتاعنا. أيوه بس راحت فين القاطرة دي؟ يا فندم ممكن يكونوا مخبيينها في أي مكان، إحنا كمان مش بندور بطيارة هليكوبتر، ده إحنا بندور ببني آدم، يعني مهما كان حركته محدودة. يبقى الحل إن كل الحفارات اللي في المنطقة دي تتحط تحت رقابة صارمة 24 ساعة في اليوم. الكلام اللي سعادتك بتقوله هو اللي حصل بالفعل. ودينا في انتظار النتيجة. ايوه ايوه موجود. حولها لـ80. البيت يا شريف. بيتي؟ ايوه. الو؟ ايوه خير؟ امتى؟ طيب قستي الحرارة؟ كم؟ طيب طيب مع السلامة. خير يا شريف؟ الولاد يا فندم حرارتهم 40. الاثنين؟ ايوه يا فندم، هي كل حاجة لازم تحصل لهم شركة، اللي يحصل لواحد لازم يحصل للتاني زيه بالظبط. طب يلا روح لهم. ايوه يا فندم بس ما تبسبسي. انا وعزت موجودين، لو حصل حاجة هنكلمك. خد دكتور معاك وانت مروح. طيب انا لما اوصل هكلمكم. بالسلامة. الله يسلمك يا فندم. بقالك قد ايه ما روحتش يا عزت؟ 3 ايام يا فندم، سيادتك ممكن تروح. انا اروح؟ ودي معقوله؟ يا فندم انا ما ورايش حد يدور عليا. بركه في الحاجه يا اخي. هو الحاجه بطمن عليها كل يوم بالتليفون.
الله يكون في عون ولادنا وستاتنا، دول ابطال انهم مستحملين ظروفنا دي. اتفضل بسرعه، اتفضل ما انتش غريب. خير يا سامي؟ كويس انك جبت دكتور، الولاد لسه تعبانين. اتفضل يا دكتور. مساء الخير. اهلا يا دكتور. الدكتور عادل زميلنا. تشرفنا. اهلا يا فندم. مالهم الحلوين الاوامير دول؟ فجأة سخنوا جدا وحرارتهم عالت قوي، وبعدين وشهم وجسمهم التهب بالشكل ده. دي حسبة. يعني ايه؟ يعني بسيطة مفيش أي مشاكل، وكويس إنهم خدوها مع بعض عشان ما يحصلش أي مشاكل. زمان يا دكتور كان اللي يجيله حصبة كان يلبسوه أحمر ويقعدوه في أوضة ضلمة. ده كان زمان. طب ودلوقتي؟ دلوقتي هكتب لهم الدواء ده عشان ما يحصلش مضاعفات، وإن شاء الله تروح على طول. أنت ولد يا ولد مش هتقوم بقى عشان نلعب كورة؟ دلوقتي ممكن تتحرك ديفيد. هيكون في انتظارك هناك عند الهدف. كل حاجة جاهزة. هل تسمعوني؟ اسمعك بوضوح جون، اسمعك بوضوح. هل من تعليمات اخرى؟ عندما تصل ستجد التعليمات الجديدة مع الرجل الجديد. Over and out. تجهز عشان نوصل الواير. Thank you.
سامي ايوه امي رايحه في الاوضه عندنا، الولاد الحمد لله حرارتهم هديت. الحمد لله. امي انا هفضل جنبهم. انت مش رايح الشغل؟ لو كان في حاجه مهمه كانوا اتصلوا بيا، على كل حال انا هكلمهم دلوقتي. شريف ازاي الولاد؟ طيب الحمد لله الحمد لله. لا 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 ما حدش اتصل، لا ما فيش جديد. خليك انت بس جنب الولاد، لو في اي حاجه انا هكلمك، ربنا يسهل. لا السيد ماهر مش موجود دلوقتي. طيب يا شريف مع السلامه. مش لحس ولا خبر يا ماهر، ده لازم يكون في حس وخبر كل يوم وكل ساعة. ما هو مفيش حاجة جديدة يا فندم. حتى لو مفيش حاجة جديدة يتصلوا ويقولوا مفيش حاجة جديدة، يتمموا على الحفارات الموجودة في المنطقة كلها. لا بس سعادتك الخوف ان اسرائيل تلتقط اشاراتنا. اسرائيل دلوقتي بتلعب على المكشوف، كل يوم بتطلع تصريحات علنية وتقديرات لكميات البترول اللي ناوية تستخرجها من ارضنا. يعني الحرب دلوقتي علنية مش مستخبية. مع تركيزنا على منطقة البحيرات في كندا مش عايزين ننسى المناطق التانية. ما احنا مش نسينا يا سعادتك. يبقى ننشط الاتصالات شوية. حاضر يا فندم، انا هتصل بعملائنا بنفسي. عن اذن سعادتك. مع السلامة يا باشا. الو
الوقت اتأخر يا فندم وسيادتك لسه في المكتب. طب انا عندي ليك فنجان قهوه فرنساوي سخنه. وانا في انتظارك. خير يا ماهر؟ الحفار اتحرك يا فندم. مش ممكن اخيرا. ما انا قلت لسعادتك قبل كده احساسي كان بيأكد ان هو. عدوا يا فندم على بورت ألفريد وبعدها سان سيمون في شمال كندا وفي طريقه للمحيط. امتى الكلام ده؟ النهارده الساعه 10 الصبح. انت متأكد يا ماهر؟ طبعا متأكد يا فندم. اديت تعليمات لموريس يتابعه ثانيه بثانيه، ما يخليهوش يغيب عن عينه لغايه ما يطلع للمحيط. هتعمل ايه دلوقتي؟ هسبقه طبعا يا فندم. لازم تسبقه يا ماهر، لازم. اتكلم سياده الرئيس. ضروري. احنا بقينا بعد نص الليل. هو اللي عايز كده. على اذن سعادتك. ربنا معاكم يا ماهر، ربنا معاكم كلكم. قريت الهرم يا عزت؟ فيها ايه؟ اسمع يا سيدي، الضفادع البشرية المصرية نسفت قطعتين من الأسطول الإسرائيلي في إيلات. إمتى الكلام ده؟ النهارده الفجر، وكانت الأنباء بتقول إن ده أقوى هجوم ضد إيلات. الله أكبر. أنا كمان عندي تصريح غريب قوي أدلى بيه المتحدث الرسمي بتاعنا للصحيفة الإيطالية. إيه بيقول إيه التصريح ده؟ بيقول لك يا سيدي إن شركة ميدار بتستعد للبحث عن البترول في سيناء، وإن مصر مش هتتوالى عن التصرف لو قررت إسرائيل إنها تستغل المصادر البترولية المصرية. انتهى التصريح. إيه ده؟ معقول؟ أهو. ده معناه إن مصر بتلقي القفاز في وجه الجميع. مش كده وبس. ده معناه كمان إن مصر بتستفز إسرائيل وبتتحداها إنها تكمل مشروعها. علشان إسرائيل تقدر تكمل مشروعها، لازم الحفار يوصل لحد سينا. وده بقى اللي مستحيل يحصل طول ما احنا عايشين. مش بس بنتحدى اسرائيل، احنا بالتصريح ده بنحط العالم كله امام مسؤولياته، لان مفيش قانون في الدنيا بيسمح للمحتل انه يستغل ثروات الارض اللي بيحتلها. ومصر حاولت بكل الطرق الدبلوماسية، محدش اتحرك. معنى كده يا فندم ان الطريق مفتوح لعمل عسكري بشكل مباشر. المفروض على أن يظل هو الخيار الأخير إذا ما قدرناش نمنع وصول الحفار للبحر الأحمر، لأن لو وصل يبقى خلاص مفيش مفر. ولو ما وصلش يا فندم؟ في الحالة دي المفروض إننا ما نظهرش وما نسيبش أي أثر يدل علينا. ربنا يقدرنا يا فندم. الحمد لله اليومين دول الأخبار الحلوة عمالة تتوالى علينا. ملحمة شدوان، العبور اليومي ورا خطوط العدو، قواتنا اللي كل يوم بتعدي وبترجع بالأسرة، والنهاردة كمان غرقنا سفينتين في إيلات. والجميل كمان يا فندم اشتراك قوات من السعودية ومن الأردن ومن رجال المقاومة الفلسطينية اللي دخلوا معركة 21 ساعة مع العدو. صورة نصعة من صور الوحدة العربية واختلاط الدم العربي في المعركة. كل ده عايزين يجهضوا يا ماهر. تصريحاتهم المستمرة انهم هيستخرجوا البترول من ارضنا
هدفها اضعاف روحنا المعنوية، وعايزين يقولوا للعالم انهم مستقرين في سينا وانها خلاص بقت بتاعتهم. عشم ابليس في الجنة يا فندم. عارف لما رحت لسيادة الرئيس النهاردة وطمنته على العملية، عارف يا ماهر قال لي ايه؟ قال لي ايه يا فندم؟ قال لي انه مدرك صعوبة العملية، وقال لي ابلغكم انه عارف كويس قوي ان اسرائيل هتعمل حراسة مشددة الى اقصى درجة على الحفار، وده هيحتاج لجهد جديد بل لمعجزة في زمن اختفت فيه المعجزات، لكن هو ده السبيل الوحيد قدامنا. وقال لي ابلغكم ان كرامة البلد بين ايديكم، ولازم كل واحد في مجموعتك يا ماهر يعرف الكلام ده ويتأكد منه. كرامة البلد بين ايديكوا فعلا. شويه انت خارج دلوقتي؟ ايوه سامية، مش هغيب كتير. على كل حال الشنطه جاهزه جنب الباب. الباشا خرج من كندا وهو دلوقتي في المحيط، وخط سيره من أقصى الشمال لأقصى الجنوب لغاية ما يخش من مضيق باب المندب. بشكل أو بآخر المفروض أننا ما نسمحلوش بالدخول من مضيق باب المندب،
لأنه لو دخل البحر الأحمر هنضطر نضربه ضربة مباشرة سواء بالطيران أو بغيره، وده زي ما اتفقنا هنخليه خيار أخير فيما لو فشلنا في اللي قبل كده لا قدر الله. لو سمحت لي يا فندم، لغاية دلوقتي محدش يعرف خط سير الباشا بالتحديد ولا إمتى أو فين هيقف عشان يتزود بالوقود أو المية، لكن اللي احنا عارفينه من خلال المعلومات المتوفرة عندنا إن السرعة اللي بتمشي بيها القاطرة اللي هتجره ممكن توصله لأول مينا في غرب أفريقيا بعد حوالي أسبوعين. ده إذا ما وقفش في الطريق. ممكن يقف فين؟ هنفترض يا فندم إنه هيقف في نص السكة، يعني هيقف هنا في جزر الأزورس. ودي تبع إيه دي؟ دي يا فندم تبع البرتغال. ده احتمال؟ احتمال قوي، لأنه صعب إنه ياخد المسافة كلها مرة واحدة. ممكن نقوم بالعملية هناك؟ ما أظنش يا فندم. مستحيل يا فندم، أنا أعرف المنطقة دي كويس أوي. ليه مستحيل يا شريف؟ اتفضل معايا يا فندم. الجزر في المنطقة دي يا فندم صغيرة، أكبر جزيرة فيهم هي سان ميشيل، والمينا بتاعتها اسمها بونتا ديلجادا. عدد سكانها قليل وبالتالي الحركة السياحية فيها قليلة، يعني أي رجلة غريبة هناك ممكن تتكشف بسهولة. بلاش الجزر دي، ممكن يوقف في أماكن تانية؟ أنا سألت بعض خبراء الملاحة البحرية وكان ردهم بناء على المعلومات المتوفرة عن الحفار والقاطرة اللي سحباه انه لازم يتوقف في 3 محطات على الساحل الافريقي، او على الاقل يعني 2 منهم. هو ده اللي انا توقعته بالظبط يا فندم. افريقيا اقرب لنا، يعني حركتنا فيها هتبقى امن ومنطقيه اكتر. وايه بقى المحطات دي يا عزت؟ داكار في السنغال. السنغال هنا؟ مظبوط يا فندم. والتانية؟ أبيجان. ساحل العاج. مظبوط. هنا يا فندم. مظبوط يا فندم كده. التالتة بقى هي ليجوس في نيجيريا. صح يا فندم، هنا. هم دول المحطات التلاتة اللي ممكن نتعامل مع الحفار فيهم. معنى كده انه لازم يبقى عندنا 3 خطط جاهزة بتفاصيل التفاصيل للتعامل مع الحفار في الأماكن التلاتة دول. وخطة رابعة بعد إذن سعادتك. رابعة؟ ليه؟ عشان نتعامل معاه يا فندم في البحر الأحمر. عندك حق، بس إن شاء الله بقى مش هنحتاج لها. هنحتاج ندرس حاجة تانية كمان يا فندم. إيه هي؟ كمية المتفجرات اللي هنحتاجها عشان نعطب الحفار إعطاب مؤثر، مع ملاحظة إن إحنا ما نصيبش أي حاجة جنبه على قد ما نقدر. اطمن، في مجموعة من المهندسين المتخصصين متفرغين لدراسة الحكاية دي. الله، يعني مش احنا لوحدنا بس؟ لا ما تخافش. يلا بقى بطل، عايزك تشغل الكمبيوتر بتاعك وتجمع لنا أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المحطات الثلاثة اللي اتفقنا عليها، داكار وأبيجان وليغوس. إن شاء الله بكرة أكون جاهزين يا فندم. قول يا شريف، الشبكة بتاعتك أخبارها إيه؟ أنا يا فندم كل القوائم اللي عندي جاهزة في جميع التخصصات وجميع الأماكن. عايش في كل مكان ممكن الحفار يعدي عليه أو يقف فيه يكون لنا عيون هناك. حاضر يا فندم. في حاجة تانية؟ أيوة يا فندم. وإحنا مش هنقوم بالعملية الرئيسية بتاعتنا في إفريقيا؟ مظبوط يا فندم، وانا حضرت الثلاثة من احسن العناصر بتوعنا للشغالين في افريقيا وعندهم خبرة كبيرة بيها. مين هم؟